في نظرية للعالم اليوناني فوخسيوس بتقول إذا أتى أحدهم برجالا كي يضربوا زوجته وضربها أمامهم أصبح مهزأ. يا بهجة تفهم أنت، داليا اللي قدامنا دي بقت شبح مسجل خطر، بطلة كيك بوكسر، لازم أجيب رجالة يضربوها، أخش أظبط أنا الكلام، تعجب بيها وتحبني من أول وجديد. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي المعلمين. ارتاح يا معلم بسبوسة. ها هات اللي عندك يا معلم بسبوسة يا حلو. بصوا بقى، في خطط كتير وحوارات كتير علشان تحطوا حتة مظبوطة على صاحبكم اللي عايزين تروقوه ده. اللهم صل على النبي. تقدر تدينا بريف سريع كده عن إيه اللي بتدور في دماغك؟ عيني. احنا هنفصل له رجليه ونعجزه. حلو حلو. بعد كده نربطه ونحطه في شنطه العربيه. جميل. تمام. ثم نطلع على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. لا 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 لا، شوف لنا اي فكره غير الاغتصاب والتصوير ده. ايوه انا الحمد لله كرييتيف على فكره، باين جدا من الوان الفايلز اللي مع الساده الزملاء. بصوا بقى، احنا هنتربص له بالليل. حلو. ونعلمه علامه في وشه. تمام. وبعد كده نحطه في شنطه العربيه. حلو قوي. ونروح واخدينه وطالعين على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. ايه بسبوسه في ايه؟ انت مالك داخل كده هاجم بصدرك؟ ما تهدى كده، عايزين اداء راقي، حاجه كده من اسمك كده ابو المسافيس. عيوني قول. ايوه ابتدت عين ملفات تبقى سودا وغامقه وبدات اتفائل. احنا بعون الله هنقتله. بعد كده نقطعه حتت صغيره قد كف الايد الواحده وناخده على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. لا، هنحطه في اكياس سودا. اه بعدين نطلع بيه على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. انت ليه مصر على موضوع الاغتصاب والتصوير ده؟ بصراحه بقى المدام عندي زعلانه وسايبه البيت بقى لها شهر. الله، وانت بتدخل الامور الشخصيه ليه في الشغل يا بسبوسه؟ دي على فكره اول درجات الفشل. ملحوظه صغيره بس يا معلم بسبوسه، اللي انتوا رايحين تضربوه ده اصلا مش راجل، ست ومراتي كمان. احلى واحلى، دي تبقى فرجت وان شاء الله مراتي حتى ما رجعت البيت. فرجت الكلام إيه؟ اللي بتقوله ده اللي هيحصل كالاتي، الرجاله دول هيروحوا يضربوا مرات الراجل ده. فالراجل ده هيعزقهم ضربه قدامها فيبان ان هو ذكر. يعني انت عايزني اخش عليها اضربها. بعد كده يخش صاحبك يضربني قدام مراته. بعد كده يقوم واخدني على سطح الواد حماده يغتصبني ويقلعني ويصورني. محدش لا جاب سيره اغتصاب ولا سطح حماده ولا تصوير. انت شكلك عايز تطلع معلم بسبوسه على فكره. خلاص يا سلطان، هو المعلم بسبوسه فاهم وعارف هيعمل ايه بالظبط. تحب الفلوس تدفع هنا ولا فوق سطح الواد حماده؟ على سطح حماده. انا مش هطلع انا على سطح حماده يا ابني، انا اللي هودي الفلوس. انا هموت وافهم ايه اللي بيحصل على سطح حماده ده.